سيكتور في المنطقه، السيكتور اللي غيمسو 80% راه هو تما اللي غيبدا المشروع الاول. السيكتور اللي غيبدا المساحه الاجماليه ديالو عنده 80% اللي تسابقات عليه الفلاحه ديالها باغي المشروع هو اللي غيبدا. هذوك اللي بقاو ماشي ما غيستافدوش، غيبقى داك المشروع، غيبقى داك الفلاح كيشوف داك المشروع عند داك الناس، هو اللي كيضطر كيجري يمشي باش يقلب على داك المشروع. حنا هذا المشروع هذا خصنا ما غنفلتوش، نديرو يد في يد نحاولوا ننجحوا هذا المشروع. والمزايا اللي كاينه مزيان، ناقشنا البارح مع المدير الجهوي مع الاخوان في الدراسه ولا رؤساء المصالح، انا كرئيس فرضت عليهم بينما غيكون الماء في لابانه في اي وقت اللي بغى الفلاح. ماشي مثل هذا دار عنده الشجر ولا مثل دار الشمندر ولا هذا دار الفرينه ولا دار الفصه نستنى التور بالماء. هذا اللي غيكون التزام فوقاش ما بغى الفلاح يمشي بحال ما دار الدار يطلق الماء. لحقاش نكتب الدراسه دابا على حسب الاسئله اللي كنا وجهناها اليوم في الاجتماع التقني للتخدم ديال الفلاحه، وصلنا بينما حتى يديروا لنا واحد البصر على حسب الطاقه ديال المثال ديال داك العدد الفلاح مثلا في المنطقه اللي كاينين يديروا البصر في الخرجه ديال مثلا ستاسيون. جوج ثلاثه اربعه ديال السيمانات واللي يزرع الحشر اللي كتمر هو القاتل شي غلا ها؟ وانا عندي نيت، انا عندي فلاح، عندي نعماسين كثر تقريبا خمسه ديال المنطقه ديال الفصاعه دابا راه يابسه، وراني جبت الماء وسقيت النص والمسواقي دابا. كيفاش هذا هو الحقوق ديال الفلاحه؟ انا كتكون يعني بحال مثلا المنتجات هزيتها السيد الله يجزيك بخير، هذاك الورقه هذاك الورقه عندك كتخدم لك كدير وراها كتقرب فيها. خشوا الاقوال يشد عليهم العمل، شوف القول كنفذوا العمل. هادشي سمعناه، الدراسه سمعناهم، وهذا فيهم الخير كذا الى اخره، ولكن في الاخير ما كيتلاش الالتزام صحاب الادارات. الوزاره كتكون العمل ديالو جديه، ولكن العمال ديال الادارات هما اللي كان كنقولها بكل صراحه، هما اللي كيعقلوا المسائل ديال الفلاح. ندوزو هاد المرحله اللي عشناها دابا 20 عام. شوف هاد المرحله ديال 20 عام اللي حنا كنعيشوها مثال في هاد، ولو هاد العام حالة خاصة، هاد العام بلا ما غنهضرو عليه، هادشي راه كلشي كيعرفها الصغير والكبير، نطلب الله نشعل عليها غير إن شاء الله. هادشي اللي حنا دابا هاد المشروع أشنو بغينا؟ بغينا ندوزو هاد الحالة، ندوزو إن شاء الله إلا طولنا الله في العمر لشي حالة أخرى. حنا بدا السي محمد الكلام ديالو. هي وضعية صعبة جدا، وخلاته أنه ما يثقش في الإدارة، هذا من جانب، ولكن إن شاء الله هاد المشروع اللي جا اللي جا ويعني وسهرت عليه الدوله انه بغى ينجح، هو في الحقيقه مشروع غيحل واحد مجموعه المشاكل اللي كيعاني منها الفلاح. اولا غيحل المشكل ديال العشوائيه في التسيير، هذا نجاح لان كاينه العشوائيه في التسيير. غيكون الفلاحه كما شفنا التبعه سميتو الشروحات ديال الاستاذ على اساس انه داكشي التقني غيخلي ان جميع الفلاحه غيكونوا سواسيه، ما غاديش يكون هذا فلاح كبير، هذا غيدي حصه الاسد، هذا غيدي حصه صغيره. الفلاحه كلشي غيستغلوا الماء وفق داكشي وفق الطلب ديالو. تخلصتي استهلكتي شي حاجه تخلصها، ما استهلكتيش ما تخلصش، كاين كونتور. فعلا كما طرحوا واحد مجموعه ديال الاسئله كيطرحوا في الوسط ديال الفلاحه، هو المشكل كسميتو المشكل ديال التسويق. حنايا حنا درنا هذا المشروع ودرنا كيفاش غنسوقوه. المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي دار واحد المجهود جبار، يعني عطى الماء حتى المواطن حتى كيحرقوا، ويعني والفلاح كياخذ ذاك الماء كان قليل حتى يعني كان قليل ما كيوصلناش، لان حتى واحد فينا ما نقدرش يصبر، لان الجله كتوصل ما نقدرش نصبر. يعني هنا كنحسوا بانه كاين مشكل في الفلاحه ديالنا، يعني كاين مشكل. واخا كاين الماء في البارد، واخا البراج عامر، بغينا بحال العاملين الاخر كاين الماء، ولكن كتجي الظروف اللي هي شويه قاسحه ما كطيحش الشتاء، ما كنقدروش يعني نستغلوا حنا الفلاحه ديالنا كما بغينا. لذا كنعرفوا بلي كاين مشكل، واخا كاين الماء كاين هذا المشكل في الكاري. ودابا جانا هذا المشروع، هذا المشروع ديال تنقيط المواد،
اللي غيكون يعني اول مشروع في المنطقه ديالنا ديال الكاري، واللي حنا كنتمنوا بكفل لها على التجربه ديالنا عندنا السواج. يعني عندنا واحد التجربه في هذا السخيل من الوالد. يعني حنا بغينا كنقول الاخوان الفلاحه خصنا نجندوا حنا باش نشدوا في هذا المشروع الحقيقه. باش كنعرف تقول الحاجه شي حاجه، ولكن خليها حنا ما نشوفوش، ما نشوف دايما، ما خصناش نشوفوا على الحاجه اللي رانا فيها. الحاجه اللي دازت صافي راه دازت، خصنا نعيشوا المستقبل. ما يمكنناش حنا نعيشوا غير على المشاكل اللي وقعوا، راه ما كاين المضيع وراه كذا راه كذا. هذاك الشيء دابا اللي عطى الله راه عطاه، خصنا دابا نعيشوا المستقبل. الفلاحه ديال المركب كما قال الاستاذ راه صعيبه، هي تجيب واحد الحاجه جديده ديرها في واحد المنطقه اللي مثال ما كيعرفوهاش مزيان. بني بالله توصلوا ذاك الفلاح لاقاش هما كيسقيو بحال بوعاد بالربطه، نواحي ديال سوق السلف راك عارف. اشنو داروا؟ داروا مع النوفيس بس ما توصلش ذاك الساقيه ديال الربطه ما غتقاش حتى يدار المشروع يشوفوا واش ينجح ولا ما ينجحش. حنا عطيت المنطقه ديال ولاد عيال بالضبط سوق السلف. ذاك الشيء اللي داروا الفلاحه هذه عامين خدموا المشروع في البوتيرو نجح المشروع وغاتمشيو تشوفوه 100%. اشنو وصلوا دابا لوفيس؟ اشنو دار؟ قلت لك المشكل ديال الورثه تحل. مشكل الورثه كيقولوا لك اي وارث في البلاد سواء المراه ولا الرجل الدوله كدير له لابلا ديالو خاصه، سواء الحق ديال المراه ولا الحق ديال الرجل كدير له لابلا ديالو خاصه. الورثه تحل المشكل ديالو.